عندي صندوقين عينات مختلفين عن بعض. هذا العطر اللي اخترته في يوم تدشين شركة عطور بون تو ستاند اوت مع جوفوي. طبعا هذا عطر اسمه ديرتي رايس. اسماء عطوره غريبة بس روايحه جدا جميلة وسهلة. طبعا تركيز الزيت العطري في عطوره عالي جدا، ولكن يستخدم زيوت عطرية ريحتها ما تكون صارخة، ما تكون قوية تزعج الناس اللي حولك. هذا من أجمل العطور اللي جربتها عنده. في عطر يعجبني أكثر منه بعد، في عطور وايد يعجبوني أكثر منه، لكن خذت ذي لأن ريحته سهلة. العطر الله يسلمكم يرتكز على ريحة الرز، الرز البسمتي مستخدمينه كنوتة عطرية، مدخلين معاها ريحة الحليب داخل على العطر بطريقة مثل ما يسمونها لاكتونية كريمية، شي ريحة الحليب جاية بطريقة حلوة في العطر، ما هي يعني ثقيلة وتغث. من المكونات الثانية في العطر فيه لمسات زهرية جاية من استخدام البيوني البايني ولا الفوينيا، وكذلك مستخدمين معاه الريحة الخشبية والريحة الخشبية والعنبرية كذلك، لكن هذه ما تكون طاغية في العطر. الريحة اللي مرتكز عليها العطر في افتتاحية العطر ريحة الرز مع دخول اللاكتوني، وأهم شيء يرتكز العطر على ريحة الصندل، ريحة خشبية مع دخول مكونات خشبية ثانية. جميل جدا ويستاهل التجربة صراحة. طبعا العطر أداء متوسط بالنسبة لي، ولكن ثباته عالي جدا، يعني فوحانه ما هو لي هناك، ولكن ثباته عالي عالي جدا. انا من كثر ما استغربت، يعني انا رشيت العطر توقعت ريحته بتروح، تميت لين ما رديت البيت ريحته لحين تمت يعني واضحه في يدي. من دون عطور ثانيه فوحانهم اعلى من ديرتي رايس. وبس والله اشوفكم على خير.